الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما رأيك في رجل فعل شرائع الدين كلها ولكنه كان تاركا للصلاة وهي عمل واحد؟ هذا خاص. فنقول هنا دليل يخص هذا العمل بخصوصه، ولذلك قلت إلا بدليل. فمن ترك الصلاة فقد كفر، فقد كفر بترك واحد من الأعمال لثبوت الدليل على كفر من تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.